دي أسئلة كتير بقى، بس خليني ايه ابتدي معاك بفكرة الصندوق الأسود ومنتخب مصر وإصرار الكابتن إيهاب جلال على كابتن مصطفى كمال إنه يبقى موجود، لدرجة إن الناس قالت إنه كابتن مصطفى كمال كان سبب إنه كابتن إيهاب جلال كله ما بقاش موجود في منتخب مصر. والله مين اللي طلع عليا إشاعة الصندوق الأسود دي؟ مش عارف حامد ولا مين ولا حامد. أنا أكذب عليك لو أقول لك لا، يعني أنا في الصراحة صريح. لا والله، هو طبعًا يعني أنت عارف هو يعني موضوع منتخب مصر ده طبعًا هو شرف كبير جدًا إن إحنا نبقى، وثقة كبيرة جدا من اللجنة الخماسية، اشكرهم كلهم طبعا على الثقة الكبيرة دي كده، ان احنا يعني ان الاسم كابتن ايهاب وجهازه يبقى مرشح نمسك منتخب مصر، فده تشريف بصرف النظر عن مسكنا او ما مسكناش، لان في الاول وفي الاخر كلنا كمدربين بنتنافس للوصول ان احنا نوصل ندرب منتخب مصر علشان ننجح ونقدم حاجه كويسه جدا لبلدنا، وان منتخب مصر يبقى في حته يعني مختلفه ويبقى يمثل صحيح. وياخد بطولات. بالليل نمنا وقبل ما ننام كده نمنا لقينا ايه، كابتن ايهاب جلال وجهازه كامل، الاسم موجود، كابتن ايهاب جلال، كابتن مصطفى كمال، والدنيا يعني حلوه. تمام. صحينا من النوم لقينا الموضوع اتغير 180 درجه. الساعه 2 الظهر كان كابتن حسن شحاته، الساعه 5 او الساعه 4 كان الكابتن حسام البدري بالجهاز اللي موجود. لا احنا الناس بركت لنا بقى اوريدي. صح صح كده؟ احنا كنا في تمرين مسكين نادي مصر طبعا، وكنا في التمرين والناس بقت تبارك لنا، ويمكن ناس كتير جدا نزلت وجات لنا تليفونات كتيره جدا بالمباركه وكده، ولكن زي ما خليني يعني مش عايز اقف على النقطه دي كتير. لا اقول لك يا وليس مش عايز ايه، لكن بقول طبعا هو الصندوق الاسود وعمالين نعمل مقدمه بقى لنا ساعه. هو ده طبعا يعني موقف، هو كابتن ايهاب يمكن اللي ما يعرفش كابتن ايهاب او شخصيته، هو راجل يعني بيحترم نفسه جدا وبيقدر جهازه جدا وهو بيختار المجموعه اللي تساعده في شغله. اصر عليك بالظبط. يعني انا وكابتن حمد يمكن هو كان في اصرار ان احنا نشتغل يعني مع كابتن ايهاب، قال لك دي المنظومه بتاعتي، دي المنظومه اللي بالزبط. انا بنجح بيها، لدرجه ان انا وكابتن حمد قلنا لكابتن ايهاب قلنا له يا كابتن ما عليكش دعوه بينا، يعني قلت له يا كابتن طبعا، لان احنا اللي بيحب حد يتمنى له يا ابراهيم احسن حاجه. فكون ان هو يمسك منتخب مصر كابتن ايهاب فدي حاجه كويسه تسعدنا كجهاز، ليه اللي بيحب حد ما يبقاش يحب نفسه اكتر منه، لكن انا حابين وقلنا للكابتن ايهاب ان 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 يعني حتى لو احنا عائق او مشكله مفيش مشكله خالص يا كابتن روح. فراح طبعا هو كان عنده قال دي 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 فلسفتي ودي سياستي وده احترام نفسي وذاتي، وانا يعني يمكن لما اتكلم بره بقى انا كمصطفى او كحمد هو ده حق مشروع لي النهارده. انا وثقت ان اجيب الكابتن ايهاب مدير فني، يبقى بالتاكيد لازم اثق في اختياراته. صح، يعني انا بثق في مدير فني ومش هثق في اختياراته لجهازه؟ طب انا مدير فني جاي، هل بالتاكيد مع احترامي لاي حد اسمه يعني يطرح؟ بص انا موافقك، بص مش بنسبه 100% بنسبه مليار في الميه. انا راجل دلوقتي مذيع، جت القناه تتعاقد معايا، تمام، قالوا لي هات الفرقه بتاعتك عشان تنجح. تمام، هقول لهم ادي الفرقه بتاعتي عشان انجح. تمام، ليا مطلق الحريه في اختيارها. تمام، صح كده؟ تمام، اجي انجح بالفرقه دي، افشل يقولوا لي يلا مع السلامه. بالظبط كده، احنا جبنا لك اللي انت عايزه واصريت عليهم امشي بره. ودي حاجه، لكن هي الفكره انه اديني كل فرصتي، وانا بالزبط. شايف ان ده حق مشروع، ودي حاجه يعني مسؤوليه على الكابتن ايهاب اكتر من هو يعني 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 دي مسؤوليه عليه، لان انت النهارده بتجيب اختياراتك، فلا قدر الله لو حصل فشل وده او عدم توفيق، مش عايز اقول فشل، يبقى دايما اي في الكوره في عدم توفيق دايما فيبقى هو المتحمل المسؤوليه. صحيح. ثانيا يا كابتن ابراهيم، احنا لما بنجيب اي مدرب اجنبي مش بنسيبه اختار براحته، بنقول له تعالى بجهازك. هو انا عارف المدرب العام ده ليه سي في او مدرب حراس مرمى او مخطط احمال، اوكي هو بيجيبه، لكن انا مش بعمل ببقى عارف ده بشوف اشتغل فين واشتغل فين واشتغل فين، لكن هو ليه مطلق الحريه ان يجيب جهازه وحاسبه في الاخر. واحنا اتعلمنا كده، يمكن انا كنت في النادي الاهلي وكنت يعني بشوف الكابتن صالح الله يرحمه وكابتن حسن وكابتن عبده صالح قبل كده يسيب المدربين وكابتن احنا بنعمل انت بتجيب المدير الفني اختار جهازه معاون والحساب في اخر السنه. يمكن سنه من السنين كان هولمان راينر هولمان الالماني كان ماسكنا، وكان نادي الزمالك فرق حوالي 7 بونت عن النادي الاهلي او حاجه زي كده، والكابتن صالح جدد له، والسنه دي النادي الاهلي احنا خدنا الدوري السنه دي بفرق من النقاط كبير.